صبح الساعه 7:30 من فيصل للمعادي، الرحله 20 كيلو ب 110 جنيه تقريبا. انا فاكرها كانت هي الترن كانت ب 110، والعميله راحت بلف بقى اللوكيشن، مديني ان انا اوبر مديني ان انا امشي شارع فيصل، هي راكبه من طوابق فيصل فمدينا الف ورجعت، لا احنا عايزين نطلع الدائري. قلت لها لا هو حضرتك مديني امشي فيصل، قالت لا ده طريقي كل يوم. قلت لها لا حضرتك اعملي لي نقطه توقف عند اولاد رجب اللي في الليبين. قالت لي ازاي حضرتك يعني ليه كده؟ قلت لها يا فندم مسارك 20 كيلو، ان انا امشي دائري واروح الماروتيه وامشي ده فيها حضرتك 7 كيلو زياده ولا حاجه. قالت لي ما انا كل يوم كده. قلت لها معلش يا فندم انا اسف، اعملي لي نقطه توقف عند اولاد رجب. قالت لي ما اعرفش. قلت لها هتعملها لي كام؟ تليفونك عربي ولا انجليزي؟ قالت لي انجليزي. هنا بقى المطب بصراحه، وانا في الانجليزي ابيض، مسكت تليفونها ما بقتش فاهم حاجه. قلت لها طب بصي قولي لي فين كده الوجهه، راحت مشاوره لي عليها، دوست لها عليها قلت لها اعملي لي بقى اد ستوب. المهم عملت الاد ستوب، فرحله سعر الرحله زاد تقريبا 40 جنيه. فقالت لي ليه كده؟ ليه الزياده دي؟ قلت لها ما حضرتك اللي عايزاني امشي من هناك. قالت لي يا كل الكباتن فاهمه زيك كده؟ قلت لها لا مش كل الكباتن فاهمه، في كباتن كتير ما يعرفوش ولسه جداد يعني. ما تخليش عميل يفسحك بالله عليك. ما تخليش عميل يبقى التطبيق مديك مسار 20 كيلو والعميل يقول لك لا هنمشي من هنا وهنطلع الدائري. ما تتكسفش. ما تتكسفش انك طالب بحقك، بس طالب بحقك بادب وباحترام، وفاهم العميل ان ده حقك وان مش هينفع ان انا اغير المسار، لازم حضرتك تحط لي نقطه توقف. كان في كابتن اول امبارح بيكلمني، واحد يا عيني واخده رايح المقطم من العبور، من العبور رايح المقطم، رحله اتجاه واحد بس كان على اندرايف، المعلم خده مدينه نصر وخده مصر الجديده وقعد يفسحه وقدام مش عارف فين، ويقول لي اصل انا مكسوف اقول له. قلت له يابا الخشف الرجال يجيب الفقر، هو عامه كابتن سوري فهو يا عيني مسكين غلبان. قلت له يابا الخشف الرجال يجيب الفقر، والشغلانه دي مفيش ما ينفعش يبقى واحد فيها مكسوف، طالما العميل عايز يفسحك انت كمان تفسحه في الحساب.